وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. يقول: أريد أن أحفظ القرآن الكريم، فأرجو توجيهي إلى أي الطرق الأسهل، وهل يلزمني أن أحفظ القرآن بالتجويد كما نصحني بعض الإخوة، أو أن التجويد لا يشترط بأمثالي؟ جزاكم الله خيرا. حفظ القرآن مستحب والتجويد مستحب، ليس بواجب. إن حفظته فهذا مستحب، أو حفظت ما تيسر من ذلك فهذا طيب، والتجويد كذلك. التجويد فيه خير كثير لإحسان قصد القارئ لقراءة القرآن. حاشر الأفضل من هذه القصوات، زينوا القرآن بأصواتهم، والله يقول: ورثت القرآن كثيرا. فالتجويد يحصل به تحسين الصوت وأثر الألفاظ على الوجه الأكمل. وإذا قرأ باللغة العربية أعطاه حقه ولو لم يعرف التجويد فلا حرج، لكن إذا عرف التجويد وسمع بالتجويد ولم يتكلف كان ذلك أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.